قمنا بندوة حوارية اسم الورشة ورشة صانعات السلام، للتحدث فيه عن وضع المرأة والتركيز على وضع المرأة، دعم مبادرات السلام التي يقوم بها السكان الأصليون في المنطقة، زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات والآليات الثورية والوطنية والإقليمية. بنهاية الندوة قمنا بوقفة احتجاجية وتضامنية، احتجاجا على القتل وتضامنا مع نساء الغوطة. مع نساء الغوطة اللي عم بيعان من القصف والدمار بالأسلحة المحرمة دوليا، وعم يتعرضوا للتهجير الديموغرافي وتغيير الأرض. نحن بنحب من أنه نوجه لهم رسالة أنه نحن معكم، والله يكون بالعون يا رب.